تزخر هذه الولاية بعديد المعالم. هذا المعلم التاريخي الذي وفرت له الدولة مبلغا ماليا وتم ترميمه ليتم استغلاله استغلالا مثاليا. في سنة 23 خصص لقطاع المجاهدين في محفظة برنامج وزارة المجاهدين في ميدان التراث التاريخي والثقافي عمليات عدة على المستوى الوطني بما مقداره 47 عملية كلها تتعلق بميدان الرموز التاريخية والثقافية. لما نقول رموز مع ذلك يعني متحف معلم تاريخي كلها تعتبر رموز وطنية لأنها تؤسس لذاكرة مكان أو لذاكرة الأشخاص. فولاية ميلا حظ أيضا استفادت من عدة عمليات في هذا الإطار بما في ذلك السجن الأحمر وعدة ترميم عدة مقابر الشهداء وكذا ترميم للمتحف المجاهد. في هذا السياق نعتبر هذه العمليات جد وهمة لأنها تعنى في الأساس بالعناية بموروثنا التاريخي والثقافي.